أنا دلوقتي هسيب لحضراتكم التعليق طبعا مع الدكتور مجدي عاشور المستشار لفضيلة مفتي الجمهورية. دكتور مجدي أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يعني أنا بس عايزة حضرتك تلقي مزيدا الضوء على بيان مفتي الجمهورية النهاردة فيما يتعلق بشهداء فيروس كورونا، وحضرتك شايف هذا الملف إزاي يا فندم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا طبعا نحن يعني عندما رأينا ما حدث في بعض القرى أو في إحدى القرى من هذا الأمر وغريب على الشعب المصري، بادر فضيلة المفتي بإخراج هذا البيان ليبين الحقائق ولنبين للناس قاعدة مهمة في مثل هذه الظروف، وهو أنه لا كلام الآن إلا لأهل العلم والتخصص، وعلى الذين لا يعلمون ألا يتكلموا أو يفعلوا شيئا إلا بعد الرجوع للمتخصصين في الطب أو في غيره، حتى في أهل الشريعة، حتى لا تكون هناك بعض اللغط أو يكون هناك بعض اللغط أو مثل هذه الأحداث التي حدثت. ثانيا أننا يجب أن نتبع وزارة الصحة وتعليماتها في هذا الأمر من حيث تغسيل الميت أو تكفينه أو دفنه، وهناك بعض الإجراءات الأطباء يكون عنها وزارة الصحة كما ذكر فضيلة المفتي، أن هذه الإجراءات إذا اتبعناها نقوم بعيدين أو بمنأى عن أي أعراض أو أي مرض إن شاء الله، خاصة أننا نكون من يشيع الجنازة لا نكون في تجمعات كبيرة، ولكن نكون على قدر فرض الكفاية. وفرض الكفاية يعني العدد الذي يكفي لحمل الميت ودفنه والقيام بهذه العملية. ده بس مش لمصابي فيروس كورونا بس يا دكتور، يعني خلينا بس نوضح انه هذه هي الإجراءات اللي تم فرضها منذ بداية الأزمة حتى الآن على كل من توفوا في هذه الفترة. كل من توفوا حضرتك، حتى كمان الناس اللي هي الجنازة العادية الذين لم يتوفوا من بسبب فيروس كورونا، نحن ندعو إلى عدم التجمع لئلا يختلط واحد يكون حامل المرض أو شيء، فنحن بنقول ولكن احتراما لكرامة الإنسان، وهذه سنة كونية إن الإنسان لابد أن يدفن، لأن ربنا علمنا الدفن ده من خلال غراب، طبعا دفن أخوه الغراب، فإزاي إحنا دلوقتي نيجي واحد يموت ونقول ما يدفنش ونخاف؟ الكلام ده نخاف لما ما بنكونش واخدين الإجراءات، أما واخدين الإجراءات، لذلك أنا قلت هذه الثقافة أو هذا الخوف هو بعيد عن الأمة المصرية بسبب عدم الفهم الدقيق لهذه المسألة، لو وقفوا على الإجراءات لما فعلوا هذا، ولا بد أن نقدر هؤلاء الذين ماتوا من الشهداء بسبب فيروس كورونا لأنه يعد من الشهداء، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء كثر ومنهم المطعون الذي يموت ببطنه أو بمرض عانى فيه. طبعا وما يكون طبيب أو طبيبة يموت بسبب هذا فهو أشد وجوبا علينا أن نحترمه، لأنه قام وفدى بنفسه أمام أي أحد أو بسبب أي أحد، فأقل شيء أن نقدر هذا الإنسان وأن نعطيه حقه طبعاً. هذا وأكثر من حقه كمان. طيب. هذا الأمر نحتاج إلى أننا لا ينبغي لأحد أن يتحرك إلا بعد أن يرجع لوزارة الصحة والجهات المختصة كل في تخصصه. طيب دكتور مجدي، يعني كون حضرتك معانا عبر الهاتف خليني أستثمر وجودك معايا يا فندم. يمكن في الفترة اللي فاتت بسبب الأحداث الأخيرة كان في بعض الأقاويل أن المتوفين بسبب فيروس كورونا بينقلوا العدوى وما شابه، ولكن حضرتك بتقول أنه في إجراءات معينة وجب اتباعها لدفن يعني المتوفين من هذا المرض. نعم، وخاصة أيضا أن الأطباء المتخصصين عندما فضيلة المفتي جلس مع لجنة حضرتك، واللجنة الطبية كان من ضمنها الذين يتكلمون في الطب الشرعي، تكلموا وقالوا أن الميت عندما ينزل خلاص انتهى الأمر، الخوف من المخالطة مع الأحياء، أما عندما يكون يلبسون الزي المعين وهو في كيس أو غيره كما تجري وزارة الصحة، عندما ينزل إلى القبر الأصل الجسد يتحلل، الجسد يكون مناخ غير متاح أو صالح بالنسبة لهذا الفيروس، أيضا التراب لا يؤثر في هذه الأمور أو الرمل، يعني انتهى الأمر بدفن هذا المريض لنا أو هذا الميت فلا نخاف منه. يبقى إذن اتباع الإجراءات وعدم التوهم وألا نتوهم، والهلع الذي يصيب الناس لا نريد هذا الهلع، وإنما يزاب أو يزال هذا الهلع من خلال اتخاذ الإجراءات الشرعية الصحيحة وقبلها الإجراءات الطبية الصحيحة. طيب دكتور مجدي، يعني عشان نفهم الناس أكتر، يعني ربنا في كتابه الكريم في القرآن الكريم ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول إيه يا فندم فيما يتعلق بمن يمنع دفن أحد المتوفين أو الموتى؟
لا ده الذي يمنع هذا يرتكب إثما عظيما، لأن ده من حق الميت أنه يدفن. فالذي يمنع هذا إنسان أن يدفن في مكانه، خاصة إذا هم لم يصابوا بشيء، من مجرد الوهم أو الهلع يخافون، أنت بتمنع الإنسان، لأن يعني إكرام الميت دفنه. علينا حق الميت أنه يدفن، ده من الحقوق الحقوق الإنسانية، وقد أكد عليها الإسلام في ذلك. فالذي يمنع يعد مرتكبا للكبيرة من الكبائر، لأنه يعرض الميت أولا، لأن عندنا الإنسان كرامته ميت ككرامته حي تماما، كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نكرمه ونتعامل معه على أنه إنسان. نعم. والحالة التي نحن فيها فيروس كورونا كوفيد 19 بين لنا أن أهم شيء في هذا الكون هو الإنسان. فلذلك لابد أن نحافظ عليه حيا أو ميتا، والميت يكون بتغسيله وتكفينه ودفنه بطريقة محترمة، وأن يقوم بذلك في هذه الحالة التي نحن فيها المتخصصون. ومن يمنع الناس عن دفن موتاهم بالطريقة المتخصصة هذه يثير أولا يمنع حق الميت، ثانيا يحدث فتنة في وقت هو شدة وأزمة، ويكون أشد إثما على المجتمع. صحيح. وأيضا يجعل الناس يعني يكونون في فتنة فيقلدونه في هذا، وهذا تقليد خاطئ وآثم أمام الله ورسوله. فعلينا أن نتكاتف وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طبعا أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معي عبر الهاتف الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لفضيلة مفتي الجمهورية، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا يا فندم.